الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السؤال تقول فيه السائلة: هل لا بد في وصف القصة البيضاء أن تكون خالصة البياض؟ أي أنني إذا رأيت اللون ما بين الأبيض والصفار، هل يكون هذا من القصة أم أنه لا بد أن يكون إلى البياض أقرب حتى يكون طهرا؟ لا بد أن يكون بياضا خالصا، أما إذا كان بياض غير خالص هذا دليل على وجود القدرة، على وجود بقايا من الدم، هذا يسمى قدرة. إذا كان بياض غير خالص هذا يسمى القدرة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، البيضاء يعني خالصة،